تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها ضر وقلب كله إيمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يوثق وثاقه أحد 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 ولا يوثق وثاقه أحد
ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد.